الله كبيرا تسبيحا كثيرا، رمضان كالهلال تهليلا، رمضان يا رمضان شهر التوبة والقرآن، رمضان يا رمضان شهر التوبة والقرآن. مشاهدينا الكرام، متابعينا اوفياء قناة الجزائر أنوان، ما زلنا متواصلين معكم اكيد، والباقة البرامجية التي ستبت من خلال شهر من خلال قناة الجزائر أنوان وفي شهر رمضان المبارك. إذن هو برنامج جميل جدا، كما قلت لكم دائما الأجود نحاول نقدمه لكم اكيد الإبداع والتميز في البرامج هذه المرة. والشيء المميز كما قلت لكم يعني مختلف الولايات راح تكون مشاركة في الأعمال اللي راح تبث من خلال قناة الجزائر أنوان في شهر رمضان المبارك. هذه المرة يعني راح نتطرق لمواضيع مهمة جدا، تجارب اجتماعية ما سبقش لينا أن شفناها على أرض الواقع، وكانت يعني كما نقولوا حنايا بالعامية تاعنا مخدومة مع الجمهور هكذاك باش ننقل لكم الصورة والصوت لكم مشاهدينا الكرام. برنامج حكايات اللي كانت المخرجة تاعو هي الشابة، أنا قلت لها مين شفتها؟ قلت لها مخرجة صغيرة الله يبارك، نسيمة هرنين، مرحبا بك. يحفظك، ترحب بك جنة، ميرسي بوكو. الله يسلمك. قلت لها كنت نقول لك، قلت لها عندكم مخرجة صغيرة، قالوا لي بصح صغيرة وحينها كبار. الله يبارك، مرحبا بك نسيمة. شرف لينا أنك حاضرة معنا اليوم. والله حتى أنا شرف ليا بزاف، وميرسي على هذه الدعوة. الله يسلمك، مرحبا بك. حنرجع لك بعد قليل باش نتكلموا على تجربتك الإخراجية في برنامج حكايات. جمهورنا مباشرة إلى ضيفي الثاني اللي راح حاضر معايا اليوم، الممثل المبدع المتألق اللي كانت أكيد بدايته بالمسرح، بما أنه كانت بدايته بالمسرح أكيد راح يكون قوة في التمثيل، الممثل بالبشير عبد الحكيم اللي كان مشارك في هذه التجربة الاجتماعية. عبد الحكيم مرحبا بك. شرفنا بحضورك اليوم عبد الحكيم. الله يعطيك الخير، صحة يعطيك الصحة. احنا دائما يعني نقولوا لجمهورنا انه هذه الاعمال اللي راح تشوفوها في شهر رمضان هي جاتنا من مختلف ولايات الوطن الجزائري، شمال جنوب شرق غرب، يعني هذا هو التميز اللي راح نشوفوه هذه المرة في قناة بليزير أنوان. بيان سور، ماذا بيا نعرف نسيمة وعبد الحكيم من جيتونا؟ مثل مسان، شابة صغيرة عندي 21 عام. كنت نحلم بزاف احلام واهمها اني نولي مخرجه، والحمد لله زعما تحقق كبدايه ليا. و سيفري في هذه التجربه الاجتماعيه كان الهدف الاول تاعنا انه نبينوا الولايه تاعنا، باسكو سي بو لا بروميير فوا ليكسبيريونس سوسيال هذه اللي تصرا في تلمسان. نضر يديروا دي سيت كوم وهاد الصوالح، بصح ما يبينوش تلمسان من الجانب تاع الشعب تاعها، يعني احنا بينا هذاك الجانب اللي غادي يعرفوا، خليو سيسبانس. ايوا ما نتكلموش على واش راح يكون في التجارب الاجتماعيه ان شاء الله، يعني راكي مخرجه ويعني راكي في المجال وتعرفي انه هذا السيسبانس مليح لنا بزاف. مليح بيان سور. نسيمه من ولايه تلمسان كما يقولوا الناس الطبع والشان. الله يبارك. مام عبد الحكيم، عبد الحكيم كنت ممثل في هذا البرنامج، برنامج حكايات، وهذه التجارب الاجتماعيه اللي كنت قمت بها، ماذا بيا نعرف المواضيع المهمه اللي تم التطرق لها من خلال برنامج حكايات؟ خدمنا احنا شغل كل نهار سوجي، و باغ اكزومبل خدمنا كيما سوجي باغ اكزومبل نسيمه تاع الحرقه. تاع الحرقه عندنا ما تنساش المراه المهمله لابنائها وزوجها. هذا موضوع هذه الحلقه بالذات وجدوا رسانكم ليها، لانه المراه العامله ولا عندها مصطلح هذا العمل يعني ما تعرفش كيفاش توظفوا في حياتها. لانه ما تفرقش بين العمل تاعها وحياتها الشخصيه، يعني تقدري انك توفقي بين العمل وبين البيت، يعني عندك اولاد يستحقوك، عندك زوج يستحقك، والعمل تاعك يبقى تعني الوقت تاعو لوحده. يعطيكم الصحه. موضوع خدمنا صوالح ريال الشيخ ابليكيناهم في هذا الاخر. طبعا خدمنا تاع الحلقه عاود شابه ثاني تاع استغلال الفتيات. شغل زعما واحد استغلال الفتيات، يعني استغلال الفتيات هذا موضوع مهم جدا، وبالك يوافقوني فيه الجمهور، يعني بصح من اي نقطه تطرقتوا له؟ باغ اكزومبل ماذا بيا تحكي لي ليستوار بصح ما تعطيهاليش كامل. لا باش هكذا لا باينه بيان سور. واه حاجه خفيفه. مخرجه راهي معاك. ما تبغيش مخرجه؟ واه مزيرتنا مزيرتنا مخرجه. باغ اكزومبل شيخ واحد يكون واعد وحده بالزواج، يكون مريحين هكا في ريستورون وكاع شغل، يسمع للناس اللي يكونوا تم بلي ودي راهي غي يضحك عليها يستغل فيها، ومن بعد يشوف الرياكسيون تاعها. يعني باش يدي لها دراهمها هذه رانا نشوفوها. انا بعد شفتها
انا هذه باش ابليكيناها وكل شيء وتوافقت مع مول السيناريو اللي كان معنا نوجه له تحيه للسيناريست تاعنا بن ساحه فارس. قدموا له تحيه، فارس راح يكون معنا ان شاء الله على فكره ان شاء الله. شوفوني بنات هذه شغل غير تمتيش ايوه يقول لك هذا يسال عبد الحكيم يلونسيها لكم من دروك ما تديش عليه صوره اخرى عبد الحكيم عاقل وجونتي الله يسلمك بلاد. كنا ديجا شغل هكا اخترقت في ريستورون وصرات صح. احنا راح نروحوا مشاهدينا الكرام باش نشوفوا الومضة الإشهارية لبرنامج حكاية ونتعرفوا أكثر على هذا البرنامج، وبعدها راجعين مع الثنائي الثاني لبرنامج حكاية. بقوا معنا وما تروحوش بعيد. رمضان يا رمضان شهر التوبة والغفران، رمضان يا رمضان شهر التوبة والقرآن.